أول خطوة لتحقيق التكوين، أول خطوة نفتح برنامج الدروب سورس، نسوي إنشاء البلد جديد، نختار نوع الشاشة اللي نحن نشتريها، نعطي اسم للبرنامج، راح نبقي هو اتش ام اي هذا ديفولتين نعرفه كما هو. الشاشة مالتنا الأولى اللي راح نستخدمها شنو اسمها؟ يعني شنو؟ يعني ممكن يكون عندي الشاشة الأولى مثلا اختيار اللغة، اختار مثلا انجليزي لو عربي. الشاشة اللي بعدها مثلا التحكم مثلا بالحزام النافذ. الشاشة اللي بعدها مثلا عندي ازرار تحكم مثلا بسرعة محرك أو تشغيل الأطفال. فهذه كل وحدة لها اسم. مثلا هاي يسموها سكرين مثلا 1، هاي اسمها مثلا سكرين 2، هاي اسمها سكرين 3. مثلا من اضغط على هذا يحول لي هاي سكرين، اضغط على الزر الفلاني يحولني لهذا السكرين. فهل عندي سكرين وحده لو مالتي سكرين بروجكت؟ عندي سكرين وحده. برنامجنا او البروجكت مالتنا بسيط زين، فراح ناخذ سكرين واحد. بس هذه السكرين شو اسمها؟ سميناها سكرين 1. هاي كيف كم عدد الشاشات او سكرينز نمبرز؟ واحد فقط. برينتر تريد تنقل طابعه عندنا بحيث ان شاء الله على الشاشه تنطبعها بالمستقبل لا ما عندنا شيء نطبعها. اللغه المستخدمه اكو انجليزيه واكو صينيه واكو اسبانيه. احنا لا راح نختار اللغه الانجليزيه. زين وهنا روتيشن ايش قد الزاويه مالت الميلان مالت اللغه مثل ما الشاشه يركبها هذا الشكل بالمنظور تحتاج. نوبات لي مش قادر نبدا روتيشن، احنا ما عندنا روتيشن زيرو يعني كما هي تشكيل ما نزل. اقول له نيكست اضرب اعدادات اخرى. ها موضوع الاتصال، شلون اتصل بين الكمبيوتر وبين الشاشه؟ وسيله الاتصال بين الكمبيوتر والشاشه. اولا راح اختار يكون وان للاتصال، اخلي عليه تك يعني اختاره، واجي اعطي اسم للينك. هذا يا بي ال سي لا استخدم، راح استخدم البي ال سي من نوع الدي في بي زين 14 اس اس 211 ار. طبعا الاصل هذا مختصر ايش يعني؟ زين دلتا بي ال سي 14 يعني بدنا 8 قنبل و6 قنبل و14 اس اس يسموها سليم ستاندرد سليم هاي المختصر مالتها، وهاي 211 يعني هذا الرقم النمبر، والار يعني ريلي الانبوت والاوتبوت يساعد في ريلي مو ترانزستور او سوري سي. وراها المانيفاكتشر المصنعه هو الديفولت، وهنا البي ال سي المستخدمه شركه دلتا تنتج خط زين واحد اسمه دي بي 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 ال سي، خط اخر دي بي بي كيولي. احنا مالتنا ال بي ال سي نوعها بي 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 زين بي ال سي بختار هنا. عندي هنا مالتي دروب يعني عندي اكثر من بي ال سي مربوط بالمنظومه، لا عندي بس بي ال سي واحد. هذا لو كان اكثر من بي ال سي اسوي نيبر. شنو يعني مالتي دروب؟ يعني كما عندك منظومه لاحظ عندك بي ال سي اول بي ال سي ثاني مثلا بي ال سي ثالث، لذلك اسمها مالتي دروب. هاي نزول اول نزول ثاني نزول ثالث، هذا اللي يسمونه ايش؟ المالتي دروب. احنا عندنا بي ال سي واحد ما عندنا شبكه بي ال سي، واضح؟ هذول الاعدادات مالت الار اس 32 ثابته لا حد يغير فيها. يعني شنو؟ الستاندر الكيبل مالت ميانو ار اس 32 الستاندر ار اس 32 ماشي غيره. المعلومات كم بيت؟ 5 6 7 7 الستوبج كم؟ واحد. البون ريت يهدر البارتي ايفن البي ال سي ستيشن بعد بس واحد بس موضوع بي ال سي واحد. هناك يقولون تحطون باسورد البي ال سي حتى واحد ما يقدر يسحب البرنامج مالته ويعدل عليه ويرجعه. اريد احط باسورد هم مسويين ديفولت للواحد للثمانية. الارقام هاي ديفولت مال بي ال سي مال الشاشه الباسورد مالته للواحد للثمانية. نحط هذا اريد نغيره نغيره استخدمه اللي غيره. بس اللي حبينا خلصنا اقول له ايش؟ فينش. تطلع لي هاي الواجهه الفارقه. ركز هنا وياي. هذه هي الشاشه مالتنا. هاي المنطقه البيضاء، هاي احنا نقدر نحط الكمبوننتس مالتنا. احنا شو نبي نسوي؟ اريد اسوي برنامج. اريد اسوي برنامج بسيط فيه قابليات معينه.
طبعا احنا بنبرمج الشاشه لازم نبرمج البي ال سي حتى يكون فيهم برنامج يشتغل الجزء اللي خاص بالشاشه برمجه والجزء اللي خاص بالبي ال سي برمجه. لا هنا البرنامج مالتي ايش راح يكون فيه؟ اولا عندي ادخال اول اسمه اكس 0، ادخال ثاني اسمه اكس 1 زين؟ ادخال ثالث اسمه اكس 2. عندي كم ادخال؟ واحد اثنين ثلاث ادخالات. وعندي كم اخراج؟ اخراج اول واي 0 واخراج ثاني واي 1 واخراج ثالث واي 2. هذني الاخراجات والادخالات بيناتهم علاقه حسب البرنامج اللي عندي. شغله ثانيه من اسوي بريس للاكس 1 من يكون عندي الادخال اكس 1 شغال الواي 1 شو يصير شغال. هسه لو اكتب اللادر البروجرام راح راسا خلي هذه هذا الخط اللي هو مال تفيدي هذه الكونتاكت اللي هي نورمالي اوبن اللي هي مال منو؟ مال اكس 0. هذه الكونتاكت الخاصه بالاكس 1 زين، وهذه الكونتاكت الخاصه بيما بالاكس 2.